بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة احنا في الجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان بنعمل افكت الجلد الطبيعي، وجايبالكو اخر الورشة بعد ما انتهينا من الشغل، بفرجكو ازاي اتعمل. ودي سيمو الجميلة، اجمل فنانة، عملت البوكس بتاعها. نقرب شوية عشان نشوفه. ايه رايك في الايفكت ده يا سيمو؟ جميل جدا جدا جدا. تسلم ايد حضرتك. تسلم يا حبيبه قلبي، مبروك عليكي. ومعانا ياسر. احساس رائع والله من منى. ايه رايك في الحاجه اللي انت عملتيها؟ حلوين قوي. كنا عايزين نسجل قبل وبعد، لكن ما فيش مشكله بقى كده، وان احنا نتخيل بقى انها كانت قبل عامله ازاي. معانا سوسو الجميله. عملتي ايه يا سوسو؟ وريني. ايه رايكم في الصينيه دي؟ جميلة. حلوة. جميل. جميل. وبالناس كلها اللي اشتغلت، كلنا مبهورين ببعضنا. والله جميلة. جميل 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 جميل. تسلم. تسلم ايديكي حبيبتي. ايه يا ايمان، ايه فن الجمال؟ ايه الجمال ده؟ تسلم ايديكي. ايه الجمال ده؟ تسلم ايدك انت. لا والغرز بالظبط، يعني انت تعبتي اكيد في الغرز دي. ابرة. بصي ايدي باظت من الابرة. باظت من الابرة. تسلم ايديكي. لا 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 لا، تحفة تحفة. دي كانت حاجة معدومة ميتة. إيه واللي بيها كده الناحية التانية يمكن يتخيلوا المنظر والمأساة. يتخيلوا المنظر والمأساة. يا خبر أبيض. لا 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 لا، خلونا في الفن أحسن. دي كده، دي برضه هتتفنش، الحاجات دي كلها هتتفنش. وجميلة قوي يا إيمان، تسلم إيديكي. وايمان فهيم ما شاء الله الطبق ينطق حلو قوي. ايه رايك يا ايمان، عجبك ولا ايه؟ رائع. ربنا يخليكي. تسلم ايدك. وفي الازازه بقى باذن الله تفنش وتيجي بقى باذن الله. بركه فيك يا والله. ربنا يخليكي، بركه في محبتنا مع بعض. نشوى حبيبتي اول مره تشتغل معايا حاجه جميله جدا. ايه رايك يا نشوى؟ جميل جدا. عجبك الايفكت ده؟ جدا جدا. شفتي الجلد عامل زي الجلد الطبيعي ولا لا؟ بجد حلو جميل جدا. تسلم ايدك يا حبيبتي. تعيشي وتعملي، تعيشي وتعملي. مع الفنانه الرائعه فاطمه وختامه مسك. ونشوف الفن الجميل بتاعها اللي هي عملته. هنقرب شويه. ما شاء الله عامل فعلا زي الجلد يا فاطمه. وطبعا انت تعبتي اكيد في الخياطه دي كلها. ده خياط مكنه دي ولا ايه؟ لا ده بابره المنجم. تسلم ايدك يا فاطمه. عجبك الايفكت؟ حلو. تسلم لنا يا منى والله، من غيرك مش عارفه. ربنا يخليك يا حبيبتي. تسلمي. المهم عندي، بصي ضحكتكم وابتسامتكم دي عندي بالدنيا. هي سوسو معلش تعبانه شويه هي وايمان، بس برضو اكيد بيبتسموا. يعني بصوا يا جماعه الحمد لله والله جايين. الحمد لله. انا سعيده ومبسوطه، تعبانه بس سعيده ومبسوطه بوجودي معاكم. ربنا يخليك يا حبيبتي. تسلمي يا رب. وده طبعا ورشه هضيفها لل عندي في مبادره ابداع. معلش بعد كده بقى هاخد الفيديوهات دي على المبادره على طول. تسلموا لي يا حبايبي وميرسي قوي. وعقبال كل مره يا رب، عقبال كل مره حبايبي.